دخلت حيز التنفيذ. ما أهمية صفقة مقاتلات رافال للجيش المصري؟ أثار إعلان شركة داسو أفياسيون الفرنسية دخول عقد توريد 30 مقاتلة من طراز رافال للجيش المصري حيز التنفيذ. ردود فعل مرحبة في مصر وسط إشادات بإمكانياتها وقدراتها الهائلة. خصائص المقاتلة: تنتمي رافال إلى الجيل الرابع بلس، تتمتع بمزايا تقنية سرية تتيح التخفي عن الرادار، وهي أصلاً مزودة برادار له القدرة على توفير مسح إلكتروني لا مثيل له بين منافسيها. تنفرد رافال أيضاً بقدرتها على استحداث خرائط مفصلة ثلاثية الأبعاد للأرض تحتها. تصل سرعتها إلى 1.8 ماخ، أي ما يعادل 1912 كيلومتر في الساعة، ويصل مداها إلى 3700 كيلومتر. يمكن للمقاتلة الفرنسية التحليق على ارتفاعات تتجاوز 15000 متر، وتغيير ارتفاع التحليق الرأسي بسرعة 300 متر في الثانية. يصل طول المقاتلة الفرنسية إلى 15.30 متراً، والمسافة بين الجناحين 10.8 متر، ووزنها 10.3 طن، وارتفاعها 5.30 متراً. هناك ثلاث فئات من مقاتلات رافال: النسخة البحرية، ونسختان تعملان في المطارات البرية. يتمتع رادار الطائرة بالقدرة على تعقب 40 هدفاً في آن واحد، والاشتباك مع 8 من تلك الأهداف. تصل سرعة الطائرة القصوى إلى 2450 كيلومتراً في الساعة، أما أقصى ارتفاع فهو 50000 قدم. أما بالنسبة للتسليح، فهي قادرة على حمل 9 أطنان من الذخيرة من صواريخ موجهة وقنابل، ولمقاتلة مزودة بمدفع رشاش من عيار 30 مليمتر، وتحمل صواريخ جو-جو وجو أرض موجهة. وكانت الشركة الفرنسية كشفت أن عدد طائرات رافال التي باتت تمتلكها القوات الجوية المصرية سيرتفع إلى 54، مما يجعلها ثاني أكثر دولة في العالم امتلاكاً لطائرات رافال بعد القوات الجوية الفرنسية. أشاد خبراء عسكريون ومحللون بالصفقة العسكرية الجديدة لمصر وبالقدرات التي تتميز بها مقاتلات رافال، بما في ذلك تنفيذ المهام بعيدة المدى. وأوضح الخبير العسكري المصري هشام الحلبي أن مقاتلة الرافال تصنف على أنها طائرة كل المهام، لأنها تستطيع العمل على عدة مهام في وقت واحد، وهذه سمة الجيل الرابع المتقدم من طائرات القتال. إلى جانب تميز هذا النوع من الطائرات بقدرات فنية عالية لتنفيذ المهام بعيدة المدى، فإنها تمتلك منظومة تسليح متطورة وقدرة عالية على المناورة، وتعد أنظمة التسليح بها بالإضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار. هذا ما أشار إليه رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية نصر سالم، بأن إضافة 30 طائرة رافال سوف يزيد من القدرة القتالية للقوات الجوية المصرية، وبالتالي زيادة قدرات الدولة الشاملة لتحقيق استراتيجية الردع التي تضمن تأمين مقدرات الدولة والحفاظ على الأمن القومي دون الاضطرار للدخول في الحروب التقليدية. قال سالم لسكاي نيوز عربية: إن مصر دولة تحمي ولا تهدد، تصون ولا تبدد، ومن ثم فإنها تتخذ استراتيجية الردع كاستراتيجية ثابتة للحفاظ على أمنها القومي.